طبعا انتشر فيديو لهدير عبد الرازق، طبعا فيديو كله معروف، كله عارف، كله شاف الفيديو. تعالى نشوف مع بعض رد فعلها بعد ما طلعت من السجن وشافت الفيديو اللي انتشر بصورة طبعا غير طبيعية. تعالى نشوف رد فعلها ايه. متنساش تعمل باللايك وتشير في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. تعالى نشوف مع طبعا بعض. كلكم عارفين المشكلة اللي حصلت لي والفترة الصعبة اللي انا مريت بيها الفترة اللي فاتت، وانا مريت بايه. تمام. بالنسبة للترند اللي طالع باسمي اليومين دول، طبعا كلنا شايفين اني مش احسن حاجة، وان سمعتي بقت مش زي الزفت، هي بقت مش موجودة اصلا. انا حياتي شبه اتدمرت، شبه اتدمرت، هي حرفيا اتدمرت. تمام. انا بعد المشكلة اللي انا مريت بيها الفترة اللي فاتت، والحمد لله الحمد لله ربنا اكرمني وعديت على خير ونجاني منها. الترند اللي منتشر اليومين دول ملوش اي علاقة تماما بمشكلتي اللي انا كنت فيها. انا مشكلتي اللي انا كنت فيها دي كنت فيها بسبب طريقة تقديم المحتوى على السوشيال ميديا. دي الحاجة اللي انا كنت بتسائل فيها، و ربنا اراد الحمد لله واكرمني ان هو يديني فرصه تانية ان انا اصلح من محتوايا، وان انا اخرج سواء كنت هكمل او مش هكمل. انا كنت ناويه اصلا ان انا مش هكمل في السوشيال ميديا، انا كده كده كنت ناويه ان انا مش هكمل، كنتوش هتشوفوني تاني. انا اتفاجئت زيكم بالفيديو المنتشر اليومين دول باسمي وفضيحه دير عبد الرازق وهكذا. تمام. انا مش طالعه انكر واقول ان انا اللي مش الفيديو، اوكي الفيديو بتاعي، بس اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وحياه لا اله الا الله، انا ما اعرف هو انتشر ازاي، ولا اعرف ده حصل اللي حصل ده ازاي. انا اصلا لحد وقتنا هذا وانا قاعده بكلمكم وطالعه لايف، انا موبايلي اللي انا كنت بطلع منه لايفات متحرس في القضيه اللي انا كنت فيها، لسه حرز في النيابه. يعني انا تليفوني متحرس في النيابه. تمام. الفيديو ده انا ما اعرفش هو انتشر ازاي وليه. تمام. الشخص اللي كان معايا في الفيديو ده مش زي ما الناس بتقول في الكومنتات، الولد اللي انا كنت بطلع معاه في الفيديوهات، ولا الولد اللي انا كنت بصور معاه ترندات، ولا الكلام ده خالص. تمام. اقسم بالله العظيم انا ما بني ادمه مش كويسه، ولا بني ادمه تربيتي واخلاقي مش كويسه زي ما الناس بتقول، ولا الكلام ده خالص. انا بس طالعه ابرر حاجه واحده. انا كمان مش طالعه ابرر موقفي، بس انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنه الله ورسوله بشرع ربنا وحلال ربنا، ادي قسمت الجواز. تمام. في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت علشان خاطر انا ما كنتش حابة حد يدخل في حياتي الشخصية، ما كنتش حابة أعرض حياتي الزوجية زي ما حصل قبل كده وأكرر أخطائي، كنت عايزة أعيش في حالي وفي حياتي، ما حصلش نصيب فين دي، واتطلقنا، آدي قسمة الطلاق، إشهار طلاق، تمام؟ اتطلقت منه من سنة بالظبط، والفيديو ده أنا معرفش عنه أي حاجة لحد ما شفته اليومين دول بعد الموقف والمشكلة اللي حصلت لي. وتشاير ماشي. بالنسبه للناس اللي بتقول ان هو الولد اللي كان بيطلع معايا، فانا بس حابه اوريكم حاجه، ادي صورتي، بس انا طبعا مش هقدر اعرض وشه، فصورتي انا وهو، وادي الحظاظه اللي في الفيديو في ايده اهي. ده كان جوزي. انا لو ولا ليا في اي حاجه مش مظبوطه، ولا ليا في، انا لو واحده مش كويسه عادي ممكن اجاري ناس كتير قوي، واجاري عروض كتير قوي وسكك كتير قوي بتتعرض عليا. انا عمري ما مشيت في حاجه غلط، وعمري ما مشيت في حاجه حرام، وعمري ما عملت اي حاجه تغدر ربنا. انا بتجوز على سنه الله ورسوله، انا حتى ما بصاحبش علاقات عاديه، حتى ان انا اصاحب او ارتبط كده وخلاص ما بتحصلش. انا بتجوز على سنه الله ورسوله، وده كان جوزي. فبعد اذنكم لو سمحتوا اللايف ده يتشاير، ومن فضلكم بعد اذنكم اي حد بيشوف الفيديو او بيشيره
تقول لي انت عندك اخت وعندك اخت، عندك ام، عندك زوجة، يعني عشان خاطر ربنا اي حد بيشعر الفيديو خصيمي قدام ربنا يوم القيامة.